ومضمر حمد بن راشد بن حمد مقدير رابعا هجر الرئاسة الشاهنية مضمر الشاهنية احمد بن مطر بن مايد الخيالي خامسا تأتي مش يأتي شعار 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 معالي الشيخ احمد محمد بن بطي الحامد وسعيد بن بروك محمد بن سعيد بن بروك الحميري الله عودة الى مقدمة شوط معركة شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد ينطلق 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 مع حرايب ولكن هجر العاصفة من الجانب الآخر مذيار 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 لهجر العاصفة يا سلام تهانينا تهانينا لفزاع لهجن فزاع لهجن سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم هجن العاصفة على فوز مذيار بالمركز الأول المركز الثاني حرايب لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم المركز الثالث بصوتها العذب مع حبوبة على مقدمة هذا الشوط لكن حبوبة مع العاصفة مع هجن العاصفة على مقدمة هذا الشوط وترقص على أرضية ميدانها الرقص المعتاد ها هي حبوبة حبوبة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي الحان في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وفي المركز الثالث لهجن الرئاسة نرجع إلى حبوبة حبوبة وحبوبة ويحب حبال المنافسة لهذا الأداء المتميز ها هي حبوبة من إنتاج خلي يفرض نفسه في كل مكان وفي كل زمان تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز حبوبة بالمركز الأول المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم كذلك ريسينج لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم التنافس أصبح ثنائي ثنائي خطير على الشوط ولكن مصيحان بدأ يتسلل مصيحان بدأ يتسلل إلى عنوان الشوط وخطف إلى المركز الأول طاف الجميع طاف الجميع بينما ريسينج يحاول ريسينج يحاول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المحنك سعيد بن راشد بن غدير يتابع في عملية التضمير ولكن مصيحان مصيحان رفض أن يسلم هذا الموقع المركز الأول أموت وحيابة هنا مشاهدي الأعزاء مصيحان 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 اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم هنا هذا الشعار يتواجد ولكن يحاول ريسينج اللحظة الأخيرة اللحظة الأخيرة مصيحان وريسينج يتسلل ريسينج اللحظة الأخيرة إذا ريسينج مشاهدي الأعزاء في اللحظات الأخيرة ينتزع المركز الأول اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مصيحان في المركز الثاني اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم المركز الثالث طافت ها هي هجن العاصفة تشاهدون على شاشة التلفزيون تقدم جديد في جديد ها هو مبشر على مقدمة هذا الشوط ويقول الشاعر بشروني عنك ما يدرون عني ما دروا باللي شغل فكري وظني ومبشر شغل فكرنا وظننا وأيضا تعليقنا وعدسات دبي ريسينج ترصد مبشر على هذا الأداء المتميز في هذا المساء المتميز في هذا الحضور السامي من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه ها هو مبشر على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي يغترم من خط النهاية وخط النهاية يتراقص حبا وشوقا لاحتضان مبشر سلام سلام عليك يا هجن العاصفة تهانينا المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الثالث هجن العاصفة
العاصفه، هجن العاصفه قدم من جديد من الجانب الاخر. هذه مشاهدين الاعزاء اللي وصلت خذت المركز الاول، لمسه 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 من حرير، لمسه من نور، لمسه من ذهب، وصلت خذت المركز الثاني المضمر حمد بن راشد بن قدير، المركز الثالث وصول اشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هذه مشاهدين الاعزاء المملكه، المملكه واصله، يضمر خالد بن المر بن حلوه، هذا هو ياتي خالد بن المر بن حلوه، نشوف اللحظه الاخيره، نشوف مع لمسه ولا المملكه، ولا المملكه من المملكه، ومن يلمس لمسه، اشوف اللمسه، اشوف اللمسه الاخيره، اللمسه الاخيره بين لمسه وبين المملكه وبين الوثبه، الوثبه ولكن لمسه الهجن العاصفه، لمسه الهجن العاصفه، سلامي على هجن العاصفه، واسعد الله مساكم، واسعد الله مساكم. المركز الثاني الوثبه اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، مملكه في المركز الثالث اسمه الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. حمد بن راشد بن غدير هناك المركز الثالث هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، يضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري، الرابع العنود لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير. الموقف خطير وحساس للغاية للغاية، يا سلام ال 400 متر ولا زالت عسيلة ولكن متعبة وهملولة وعسيلة وهملولة. هملولة بدأت تتسلل، تتسلم من الجانب اليمين، تندفع بالمركز الاول، انتاجي بدع ثلاب يتقدم على المركز الاول لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، محمد بن سعيد بن بروك الحميري يقدم هملوله وتنتزع ناموسي هذا الشوط بجداره. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، بينما متعبه في المركز الثاني وصلت في ثاني المراكز من هجن العاصفه، المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الرابع ومتابعة انطلاقة فيصل بن طالم من شريم. من يتابع هذه التحديات الكوكب رباعية على مقدمة هذا الشوط مع هذا التحدي المثير، ولكن نعود مع الصدارة في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية، صدرت الأوامر، انطلق الجميع في هذا التحدي المثير، ولكن نتابع 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 شواهين وغيارة أيضا. ومن الجانب الآخر المزن والموقف، الموقف خطير على مقدمة هذا الشوط، ولكن شواهين صامدة صامدة على المقدمة. المزن بدت تتسلل، بدت بتتسلل، ولكن شواهين، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد برادة مكتوم على فوز شواهين بالمركز الأول، المركز الثاني المزن من هجن العاصفة، المركز الثالث غيار لسمو الشيخ حمدان برادة المكتوم، المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد. قدمت الشوط، لا زالت الشاهينية تقود مساري هذا الشوط، شعار هجن الرياسة تتقدم على المركز الأول، يقودها الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. أما المركز الثاني من الجانب الآخر تقدمت مشاهدي الأعزاء الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يأتي الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في عملية التضمير والشاهينية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. سيف بن مبارك بن غويث انطلقت من الأرقام المتأخرة، ما يبنى لها طاري، ما ذعناها إلا عند 300 متر الأخيرة، قلبت الشوط راسا على عقب، تقدمت إلى المركز الأول في الوقت المناسب لتنتزع الناموس وتنتزع الفوز. تهانينا لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم، تهانينا لسيف بن مبارك بن غويث على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني ذيبه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث الشاهينية من هجن الرياسة. انطلق
بناموس هذا الشوط، ولكن شاهين بقمة التحدي والإثارة ما شاء الله تبارك الله. طيور طائرة اللقاية في هذه الأمسية، أمسية التميز لشاهين اللي انطلق بمقدمة هذا الشوط بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رائد المكتوم والمحنك سعيد بن راشد بن غدير. من يتابع هذا الانطلاق المثير وهجام من الجانب الآخر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية. شاهين قفل على مجريات هذا الشوط، تهانينا من الأعماق لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني للمحنك سعيد بن راشد بن غدير. لحظات وصوله إلى خط النهاية، لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية المركز الثاني، يصل في مخلص لسعادة الشيخ فيصل بن عبد الله المعلى. المركز الثالث لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع لسمو الشيخ. قادمة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري. ومن الجانب الآخر يأتينا هناك أيضا بهذا الانطلاق المميز الجميل هنا في هذا الأداء الفاتن المنطلق من هجم الرئاسة مع عيسى بن سعيد الخيالي. هملول القادم بكل قوة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد بقيادة محمد بن سعيد بن بروك الحميري، ولكن حشيم المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. حشيم من ينطلق بصدارة هذا الشوط. هنا أيضا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا لسعيد بن عبيد الحميري ولحظة الوصول إلى خط النهاية. هملول في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد. المركز الثالث الفاتن من هجن الرئاسة شاهين. في المركز الرابع لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد.